بقى يا بابا، حضرتك عايز تسافر الهند تعمل ايه؟ ايه يعني اسافر الهند اعمل ايه؟ هجيب فيل وارجع تاني؟ لا، هشتري شويه بضاعه. طب ولازمتها ايه يا حبيبي؟ ما احنا عندنا والحمد لله المخزن مليان. هو انا ما قلتلكيش؟ لا، انا هفتح دكانه صغيره كده اسلي نفسي فيها بدل ما بقعد على القهوه اعد البني ادمين الرايحين والجايين. طب بقول لحضرتك ايه، ما تيجي تشتغل معايا وانا والله العظيم ثلاثة هديك مرتب والمصحف ما كنت تحلم بيه. الحقيقة يا عيشة، البنت سماح المفعوصة بتعرض عليا اشتغل عندها وتديني مرتب كويس. طبعا، ما اللي علي علي. علي علي عليك برضو، ده انت ابوها حبيبها والمال ده كله مالك والبركة في ربنا وفي حسك. المال ده بتاعكو انتو، انا مش محتاج حاجة. طيب بما انك بقى يا بابا مش محتاج، يبقى انت تقعد كده زي الباشا واحنا كلنا نشتغل. احنا لازم نشتغل علشان ايه؟ منى تعالي قولي لبابا احنا لازم نشتغل علشان ايه؟ علشان نحقق ذاتنا، لان الانسان لازم يعمل حاجتين اساسيتين. يا اختي اسكتي، فتحتيها ليه؟ في حاجة اسأسأ من اساسيتين بتوعك يا ابلة فلسفة. ما تسيبيها تكمل كلامها يا عيشة. الله، انا بحب اسمع كلام منى، بيخش دماغي ويترستق فيه. طب يا اخويا حقك علينا، بس انا خايفه يعني تميل بختها في اتجوزته لما يحط اسمه ايه ده، مكتب التسويق ده في دماغه. اسم مكتب التنسيق يا عمته. الله الله الله، شفتوا البنت القروبه؟ عرفتيها منين يا بنت يا جميله؟ بابا انا مش بنت، انا اسمي جميله. مش بقول لكم البنت دي قروبه؟ شوف برضو بتقول بنت ازاي. حقك عليا، حقك عليا يا انسه جميله. حلوه انسه جميله، ايه رايك؟ يعني تنفع. طبعا الحمد لله. كنت عايز تقول ايه يا منى؟ انتوا دايما بتفرقوا اي مناقشه وتلخبطوا اي حد بيتكلم. انا مش فاكره كنت بقول ايه. بقولك ايه، انا بقول انك تسكتي احسن. بابا بجد حضرتك هتفتح محل؟ اه. ايه خايفه؟ لا يا حبيبي، وانا هخاف من ايه؟ يعني تكوني خايفه من المنافسه، يعني ما حدش من الزبائن هيقولك. لا فشر يا اخوي، ده انا بنتي ما فيش اشطر منها. خاف انت على نفسك يا عباده. يا ريت تنافسوا بعض، المنافسه دي هتعمل لكم رواج حلو قوي قوي انتوا الاثنين. بس المهم ان كل واحد منكم يتاجر في حاجه مش عند التاني. والله يا بنتي انت كان حقك تخشي كليه تجاره، ما تسيبك بقى من كليه هندسه دي. تجاره؟ ادخل كليه بتاخد مجموع اقل من مجموعي؟ بقولك يا منون، تعملي ايه لو واحد اتقدم لك من كليه سياسه واقتصاد ولا اعلام؟ ما هي برضو الكليات دي بتاخد مجاميع عاليه. ينفع؟ لا لا لا، دي كليات نظرية قايمة على افتراضات واحتمالات ونظريات. انا ما اقتنعش غير بالحقيقة العلمية اللي اثبتتها التجربة واصبحت قانون. اقولك على حاجة حلوة قوي. ايه؟ انت يا حبيبتي كده مشروع عايز. بص عليك يا سماح، ليه يا اختي بتقولي علاقتك كده؟ ده انا الحلم اللي انا عايشة عليه ان انا اشوف كل واحدة فيكم متشعبطة في ايد راجلها وعيالها حواليها. يا حبيبتي يا عمتي، صدقيني والله ما كنتش اقصد. لا مفيش حاجه، ما تخافيش، عمتكم زعلانه. عمتكم وهي اللي اختارت. عمتكم دي رمز الاخلاص والوفاء، اللي يحب زي عمتكم عمره ما يندم. طبعا اشاعات، صدق بابا ساعه ما قال الناس دي فعلا بتكرهنا. طب ايه اللي هيخلي ماهر يقول كده؟ ماهر مين؟ اخو ماجد الكبير ولا الصغير؟ انتي ما تعرفيهمش ولا ايه؟ انا كل اللي اعرفه ان هم اربعه، لكن بقى مين الكبير ومين الصغير ما اعرفش. انا بس اللي اعرفه هو ماجد. ماهر ده يا ستي اخو ماجد الكبير، واللي اكبر منهم هما الاثنين اسمه مدحت، اما الصغير قوي بقى اسمه ممدوح. ده انتي مذاكراهم كويس. انتي اول مره تخرجي عن الموضوع، ركزي معانا شويه يا ماما. هو ايه اصلا الموضوع؟ الموضوع ان ولاد عمك بيقولوا ان ابونا اتجوز. وفيها ايه دي؟ وفيها ايه؟ هو انت مش زعلانه ولا ايه؟ ازعل لما يقولوا على بابا حاجه وحشه. اه يعني الجواز حاجه حلوه؟ ليه؟ هو انت ناوي ما تتجوزيش؟ امال ايه حكايتك دي مع عمرو؟ بقول لك ايه، مالكيش دعوه بعمرو، انا بتكلم دلوقتي على بابا. وهو بابا مش انسان من حقه يتجوز؟ يتجوز بعد موت ماما؟ اديكي قلتي بعد موت ماما، يعني مفيش مشكله. المشكله لو بابا كان اتجوز وماما لسه عايشه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت الظاهر اللي عندك احساس لا بوفاء ولا باخلاص ولا باي حاجه خالص. الاخلاص اللي انت بتقولي عليه ده يبقى له معنى لو ماما كانت لسه عايشه. ما
بقولك ايه، سيبك من البت دي، البت دي مخها متبرمج على حاجات معينه، لكن قلب مفيش. الفرق اللي ما بيني وما بينكم ان عواطفكم في ناحيه وعقلكم ده في ناحيه تانية خالص. انا مقتنعه ان العقل لازم يسيطر على العواطف. ما قلتليش يا سماح هنعمل ايه؟ والله ما عارفه. وهتحيروا نفسكم ليه؟ انتوا تسالوا بابا اذا كان اتجوز ولا لا. انتي بتقولي يا منى؟ انتي اتجننتي؟ اقرب طريق للوصول هو الخط المستقيم. بما ان كده بقى يبقى ريت حضرتك تروحي تسالي بابا بنفسك. واساله ليه؟ ما دام ما قالش يبقى مش عاوز يقول، وما دام مش عاوز يقول يبقى هو حر. بقولك ايه، سيبك منها، انا بقى عارفه مين اللي ممكن تقول لنا الحقيقه. مين؟ ما حبس لي وقدم ايدي وهجرتي دون جدوى. يا عيني يا عيني يا عيني جامد. يا حول الله يا رب، كل ما اشوف الفيلم ده تأثر. يا ساتر يا ساتر يا س... لا شفتها قبل كده دي. عمته عمته خلاص خلاص، ورا نص كلمه. اقعدوا كده ساكتين ساكتين تتفرجوا على الفيلم الحلو ده. يا عمته ده احنا شفناه يجي 10000 مره لغايه ما زهقنا منه. ولا يجرى اي حاجه، عادي جدا. اتفرجي اقعدي كده سمعي لي الفيلم واخرسي خالص. لا لا لا، بصي احنا جايين لك في موضوع مهم قوي. انا من اول ما دخلت قلت يا ساتر، حسيت بدخلتكم عليا. مش هي عاملين زي الوفد اللي بيفتشوا على الاسلحه النوويه؟ هقوم اطلع لكم فاكهه من التلاجه. لا يا حبيبتي لا، احنا اكلنا وحلينا. انا وشيف من فين فيلسوفة الغابر استمون جوه في اوضتها بتذاكر. يا اختي يا اختي، طب ما تقولوا لها تذاكر، عشان وهي بتذاكر يمكن المذاكره دي تنفعها وهي بتذاكر. هقوم اعمل لكم كاكاو باللبن. استني بس بقى، بصي من الاخر كده زي ما بتقول منى، احنا عايزين نخش في الموضوع. ايوه، من غير لا كاكاو ولا فكه. خشي يا حبيبتي خشي، وحد منعك؟ الا قولي لي يا عمته، هو بابا صحي ولا نايم؟ هو بابا اول ما رجع دخل الاوضه. لا يا فاتن، دخل اوضته فنفسه هتتكلم دودو 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 في التليفون. ايوه، احنا عايزين نعرف بقى بيدخل كل يوم ويتكلم دودو 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 مع مين في التليفون. يا بنتي هنا يا غلبوي، اهو برضو. لا يا عماد لا، استنى ما تمتش دلوقتي. هو اصل بيقعد يسال كده على معارفه واصحابه، يسال عليهم يسالوا. هو في ايه يعني يا عمته؟ يعني بابا بيقعد يسال عليهم كل يوم كده عمال على بطال. اتفضل جريبت. هو بيقفشوا دلوقتي اللي بيكلموا في التليفونات ولا ايه؟ وبعدين انتوا جايين تكلموني عن ابوكم ولا تسالوني انا في موضوع مهم؟ اه مدحمدي بقى،